الفيديو ده هيبقى بارت 2 من البارت الاولاني اللي كان بيتكلم عن الالوبيشيا او التساقط الشعر، وقلت من احدى الحلول بتاعه تساقط الشعر هو البي ار بي او البليتليت ريتش بلازما. هقول لكم بقى الاكسبيرينس كلها بتاعه البي ار بي وتعمليه ولا لا وبيفيد مين بالظبط. اول حاجه البي ار بي او البلاتلت ريتش بلازما هو عبارة عن استخلاص البلازما من دمك انت شخصيا، وبيتحط فيه جروث فاكتورز او حاجات بتعيد نمو الشعر تاني، وبتبقى كلها حاجات خارجة من جسمك وبترجع تاني لجسمك، بتعمل ريجينريشن للبصيلات الخاملة اللي هي بطلت تنتج الشعر او بتخليه يفن او يرفع، علشان حاجات تكلمنا فيها في الفيديو اللي فات عن الالوبيشيا زي الهرمونز والجينز والجينات والهرمونات والحاجات دي كلها، او الستريس او المالنيوتريشن او الاسلوب الغذائي المش مناسب او عدم النوم او المينوبوز او اي هرمونز متلخبطه او كده. بتعملي ايه اليوم ده؟ اول حاجه اكسبكتي ان انت هتروحي بشعرك المنطقه دي كلها عشان هيتحط فيها نامينج كريم او كريم تخدير، هتتغسل بالميه، فانت اليوم ده مش هينفع فيه تخرجي بعديه خالص، يعني هتخرجي من العياده هتروحي البيت. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت هتروحي العياده، احسن ان انت زي ما قلت في الفيديو اللي فات ما تكونش عندك بيريد علشان ما يبقاش فيه فلو الدم سريع، يعني ما الشكشكه هي شكشكه بسيطه جدا، بس ما يحصلش ان انت يعني تنزفي اكتر فتبقى العمليه نفسها متلخبطه كده او مش مريحه قوي بالنسبه لك وبالنسبه للدكتور اللي بيعملها لك. واحسن برضو ان هي ما تبقاش الفتره اللي قبل البيريد، لان احنا في الفتره دي بنبقى حساسين جدا، واي شكشكه كتير ممكن تبقى بينفل، يعني البين اندورنس او احتمال الالم في الفتره دي بيبقى قليل، فالاحسن انت تروحي بعديها. وانت راحه خدي معاكي قرص بنادول، هيحسن كتير. بعد ما تاخدي النامين كريم، اول ما تحطي لك الكريم بتاع التخدير وبتقعدي بعديه من نص ساعه لساعه الا ربع 45 دقيقه، خدي البنادول على طول. هيكون دمك ملحقش يعمل بنادول، معروف ان هو بيعمل ثيننج للبلد او بيخلي الدم يحصل فيه سيوله اكتر، فممكن يحصل ان انت تنزلي دم اكتر، بس مش هيلحق ياكت لان انت في ساعتها في النص ساعه دي هتبتدي البروسيجر، فمش هتلحق تعمل ثيننج للدم. فما تاخديش مسكنات خالص قبل البي ار بي، بس خدي المسكن بعد ما تحطي لك النامين كريم او كريم التخدير. هتقعدي الدكتور هتجيب لك حوالي 10 سنتي من الدم بتوعك، دول بيعملوا اراوند 5 او 6 من الحقن الرفيعه جدا. الحقنه منهم الواحده ممكن كلهم يبقوا عملوا حقنه واحده بس من التخينه، بس هم حقن رفيعه عشان الشكشكه ما توجعكيش. بيوجع ولا لا؟ زي ما قلت لكم هو ما بيوجعش حسب لو انت قدره احتمالك، وبرده انت في فتره ايه من السايكل بتاعتك. زي ما قلت لكم البروسيجر بتاخد وقت قد ايه حسب، ممكن تاخد من ربع ساعه لنص ساعه ماكسيمم، ما بتاخدش وقت كبير. نقي دكتور تكون انت تحاله نفسيا، لو انت متنشنه منه بتاخدي حقن كتير في راسك وانت متنشنه منه هتتنشني قوي. الحقن دي بتروح فين؟ هي الدكتوره بتعملها لك من اول مثلا القوره كده لحد نص الشعر، المنطقه اللي هي يوجوالي هي دي اللي بتحصل فيها الثيننج او بتقع من الشعر. بعدها مش هتحسي بحاجه، ممكن تدوخي سنه، فالاحسن يبقى في حد معاكي يروحك البيت. انا عن نفسي كنت بروح لوحدي وكنت برجع سايقه عادي جدا، بس كانت المسافه قصيره بين العياده وبين البيت. الاحسن برده تبقى ما يبقاش مشوار او سفر او حاجه زي كده علشان تبقي قاعده مركزه. روحي اليوم ده ممنوع تستخدمي الشامبو لمده 24 ساعه، هم قايلين من 12 ل 24 ساعه، انا بميل اكتر ل 12 ساعه علشان بيبقى كل الوونز دي او الخروم اللي مطرح الشكشكه دي بتبقى لسه فريش، فالاحسن تسيبيها تهيل الاول وبعدين تحطي عليها شامبو، حتى لو هو ما فيهوش كيماويات ما تحطيش عليه لا ميه ولا شامبو لمده 24 ساعه، سيبيه يهيل. فعشان كده دايما اعمليه مثلا يوم الخميس بالليل او ويكند او كده، او حاجه تكون انت مش محتاجاها. هتكرري موضوع البي ار بي ده امتى؟ اتليست اول مره بعد 3 اسابيع، يعني هتعمليه 3 شهور ورا بعض حسب السيفيريتي او حسب مدى قسوه الحاله اللي انت واصله لها. يعني ممكن تحتاجي من 3 جلسات ل 8 جلسات، الثلاث جلسات ما تعديش شهر ما بينهم علشان يبقوا لسه اكتف، يعني انت بتاكدي على اللي انت عملتيه. يعني 3 اسابيع وابتدي احجزي ميعاد جديد، ما تتاخريش عن شهر وشهرين والحاجات دي خالص، على الاقل الثلاث مرات الاولانيين، وبعدين حاولي تكمليهم 8 لو انت عندك الموضوع مزمن. لو انت عندك
لك الموضوع بسيط، ممكن بعد اول جلسه بتبتدي تشوفي نتائج، بعد الجلسه الثالثه 100% ان شاء الله هتشوفي نتائج. سعر الجلسه انا بالنسبه لي، انا عشان كنت في عياده من زمان قوي قوي عارفاهم بقالي 3 4 سنين، فكان عندي سبيشال ديسكاونت كان 900 جنيه بس. هو السعر النورمال للبي ار بي العادي اللي من غير جروث فاكتور ولا كلام ده بيبقى 1200 جنيه ل 1900 جنيه. فشفتها في كذا كلينك تانية برضو نفس اراوند نفس السعر. نقي برضو كلينك تكون نظيفة وتكوني واثقة فيها والدكاترة اللي فيها ناس محترمين وهيقولوا لك المعلومة كاملة. بعد ما يعدي اليوم ده بقى تصحي الصبح بعدها بيوم تغسلي شعرك بالشامبو عادي جدا بعدها ب 24 ساعة وتعملي شعرك كأن مفيش اي حاجة خالص، وبعدها بتبتدي تبان النتيجة زي ما قلت بعد من جلسة لثلاث جلسات حسب السيفيريتي. قرري بقى الثمان سيشنز امتى، قرريهم اتليست ما تعديش سنة غير لما تعملي على الاقل ثلاث سيشنز. دي حاجة اللي انا عملتها غلطة، ان انا في سنة عملت فيها 8 وبعدين قعدت سنة ونص ما بعملش اي حاجة خالص، شوية مش رجع بس يعني ما بقاش النتيجة زي اللي انا النتيجه اللي انا كنت حباها يعني. فالاحسن ان انت السنه اللي بعدها ممكن في نفس الوقت تعملي 3 سيشنز ورا بعض تاكدي بيهم، وفي النص ما ينفعش تنسحبي فجاه، لازم على الاقل تحطي لوشن مكان الكلام ده. يعني ما ينفعش تعملي العلاج ده وبعدين تنسحبي خالص، وخاصه لو كانت عندك المزمنه. لو التساقط شعر طبيعي او نتيجه ستريس او حاجه وراح خلاص، بس لو انت حاجه مزمنه لا، كملي بحاجات تانية زي الريفايفوجن او زي الاكرينال او اي لوشن تحطيه على شعرك ديلي اون ديلي بيسس علشان تثبتي النتيجه، وبعد سنه تعملي 3 سيشنز تانيين. ديفينتلي انصح بالبي ار بي لان حتى بيتعمل في الوش عشان الريجينريشن بتاع النضاره بتاعه الوش، او لو حد عنده سكارز او حاجه زي كده البي ار بي هي اكتر حاجه سيف. انا عن نفسي ما بفضلش حاجات اللي هي البوتوكس والفيلرز والكلام ده سو فار، الله اعلم انا بعد كده هفكر ايه، بس يعني سو فار انا بخاف من الحاجات دي جدا. انا حتى جوردن بطلته يعني انا بخاف جدا، بس الحاجه دي من كتر ما هي طبيعيه والدكتور قعدت تتكلم معايا وشرحتها لي فانا ارتحت لها نفسيا، وكمان ما عملتهاش من فراغ، ما عملتهاش علشان احسن حاله كان ممكن استغنى عنها، لا انا فعلا الحاله كانت صعبه جدا كان لازم اعملها فعملتها. فالبي ار بي انصحكم بيه جدا. ولو عايزين برضو اي اسئله فردر مور اكتبوا لي تحت في الديسكربشن بوكس، انا بشوف كل حاجه، او ابعتوا لي مسج دي ام لو هي حاجه مور برايفت على الانستغرام. سبورت ذا شانل، سبسكرايب، لايك وكومنت، وبي اكتيف اون ماي شانل، اتس ستيل جروينج اند اي نيد يو، محتاجاكوا بقى تبقوا هناك. انا بحاول قد ما اقدر والله اتكلم يا عربي، انا عارفه ان الموضوع ده مستفز بس يعني انا بحاول، فيعني ساعدوني. وفي تيرمز والله بتبقى هي بالانجليزي بس، والتفكير ساعات بيجي بالانجليزي، فانا اسفه وده غلطه لان فعلا احنا مصريين وعايشين في مصر لازم كلنا نتكلم عربي. فشكرا واشوفكم في فيديو تاني. ثانك يو، باي باي.